فيا جماعه من فضلكم حرام عليكم ان يظهر المظهر بهذا الشكل السيء جدا والفاسد جدا. السيء جدا والفاسد جدا، لانه هتقولي ليه فاسد؟ هقول لك، هات ضربه الجزاء تاني يا سمير. والله العظيم ثلاثه، لو عيل صغير ماشي في الشارع من تنزانيا هيحسب دي ضربه جزاء. لو عيل صغير، لا هاتها من اخرها اخرها. انا اظن لو كابتن عبد الحق بن شيخه نفسه هو اللي هيحسبها، يعني مدربه. برافو عليك. هو بص الكره دي، يعني لو عيل صغير ما بيشجعش النادي، بيكره النادي الاهلي، لازم هيحسب دي ضربه جزاء، ملهاش حل تاني. فيا جماعه لن ينصلح حال كره القدم في افريقيا بهذا الاداء التحكيمي الفاسد الصعب جدا جدا جدا. هتقول لي يعني ايه فاسد؟ هقول لك انه انا عندما ارى حكم بهذا الشكل، كره زي دي ده تصيطه، ده توديه في حته تانية طبعا. ده كره زي دي يقول لك ده احسن حكم في الدنيا، يعني كره زي دي يقول لك ده ايه الحكم ده؟ والله يا اسلام يعني ايه، احنا عايزين يحكم لنا كل ماتشات البطوله الافريقيه. ولكن هي المشكله ان اسم الحكم ده كابتن نفسه عليه تساؤلات كتير، يعني لما الجزائر تشتكيه في مباراه رسميه في بطوله امم افريقيا فيحكم ماتش كبير زي ده، هو ده تساؤل كبير من لجنه الحكام في الكاف اصلا يا كابتن.